تأسس العالم كله بيجيلك. بعدها بفتكر تاني حدث اللي هو حرب لبنان اللي استمرت لمدة 60 سنة من سنة 65 لسنة 75، واتهمت كتير أوي المحللين بتاع أمريكا وخلت أمريكا ما تقدرش تدار الدعم. بعدها نادي كابتن ستيفن اللي طلع وضرب في الجسم عمل الأساس على تدريب الدولار اللي زودت في الإجماع الفرق على الدولار لدرجة إن هي خلته وسيلة أو عملة لجميع الدولار. الحقيقة بعد المرحلة دي تبنت أمريكا قوتها إن هي تقدر تقرب من العملات كلها بالدولار، وعملت تنين قانون كونستيتيوشن للقانون المالية، وعملت رفع المالية أو القانون المالية. في 2008 ساب العالم كله يديله هجة للاقتصاد الأمريكي، ساب العالم كله يحس قد إيه أمريكا مش مربوطة بالقيمة المالية. بتروح ناحية التنمية المالية على القيمة دي كتيرة جدا. من خلال بقى ده في سنة عن الجرافيك والديجيتال والأوبشن اللي كان التعليم أو القرارات يعني الثقافة. في الوقت ده أمريكا في 2008 لما عملت الحكم في 2008 كانت الجزيرة فيها واحد اسمه الشيخ الاسمه ده اللي عمل العملات الاقتصادية والعملة اللي بتطلع عليها الاقتصاديات. أعلن الواي فيزا بتاعته أو الفكرة بتاعته دي في 2008. أمريكا الحقيقة إن هي كانت في نفس الدرس في أغسطس 2008 لما حصلت الأمن العالمي. دي ابتدت تنفذه لأن هي كانت عايزة تعمل باك أب أو خطة بديلة لو انضرب على الدولار تاني. عملت الفكرة بتاعت البيتكوين ورفعت مجموعة من البيتكوين عملة من الأسواق الأمريكية اللي طلع عملة دي على معروف من الصفر. بس الحقيقة إن ده ظهر مع ظهور الأمن العالمي أغسطس 2008. اللي انا مستغرب بالمناسبه ان ليه احنا كعرب ما يبقاش عندنا بلوك تشين واحد؟ انا بتكلم دلوقتي عن عمله اقتصاديه، وعمله اقتصاديه صعب ان انا اتكلم عنها دلوقتي او الاقتصاديه الحديثه، بتكلم عن بلوك تشين. ليه احنا كعرب ما يبقاش عندنا بلوك تشين للعرب كله مربوط بالتدفق؟ ليه؟ ده لو احنا بنتكلم على الحدود والكلام ده عن سموت كونسبت البلوك تشين بيسموه سموت كونسبت وعيد ذكيه يزود بالكثير او يزود بكفاءه التسويق العربي. ما اتكلمتش على بلد، انا بتكلم على السوق العربيه كلها. طيب في الوقت ده الصين كانت بتتكلم في البيت المالي بسبب ان هي بتجيب افضل افضل مستوى في العالم في تقديم العقارات اللي بتصدرها امريكا على بلاد زي ايران وزي روسيا وزي بريطانيا، وكانت ان هي افضل مستوى في العالم في البترول. وبعد كده ابتدت عملت فكره البيت المالي او رفض اللي عملتها البيت دولار اللي هي العمله بتاعت التبادل بتاع النفط الامريكي. ده هو ايه ده اللي بتاعها؟ يعني الصين دلوقتي ابتدت ترجع للمنظومه تاني تحت السوق اللي بيعتمد عنها امريكا. بالمناسبه النهارده لو اتكلمنا على دوبي وكتبنا فاكتورز اوف امريكا او في المصانع اللي موجوده في امريكا هنلاقي صور في النهارده طبعا ابيض واسود. امريكا ما عندهاش مصانع تعتبر 10% من الموجوده في الصين، عكس لو كتبنا صوره في الصين هنلاقي صوره في المال دي او حديد. الصين دلوقتي 3% مصانع فيها انتاج حقيقي، فيها فاينانشال بروديوشن ازاي او حدود ماليه زي امريكا، بس عندها انتاج حقيقي.